نقدرش نعمم يعني بصفة عامة كل الستات نكادية أو كل الستات مش نكادية، بس نقدر نقول الماجوريتي. لا والله يا مش نكادية، يعني هو ما فيش حريقة بتحصل من غير شاذة يعني. طبعا الست المصرية نكادية بالفترة. أنا من رأيي مش نكادية، الست المصرية ست تعيش في أي ظروف وتحت أي ظرف أكيد نكادية، عشان هي ما بتقولش الحمد لله على اللي معاها وخلاص. لا هي مش نكادية، بس يعني ساعات بتمسك في حاجات مع بالنسبة لنا بتبقى تفاهة. الست المصرية دي يعني بونبونية العالم كله، ما تعرفش تهزر، بتتقمص على طول، شايفة إنها صح في كل حاجة. لا طبعا مش نكديه، ده دلع كله.